قال الإمام السجاد عليه السلام بحق السيدة زينب رضوان الله عليها: أنت عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. السيدة زينب عليها السلام لها درجة وملكة سامية، ويشهد لذلك كلمة السجاد أعلى، بالإضافة إلى مواقفها ووقوفها في عصر عاشوراء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، ورفعها لجثمانه الطاهر وهي تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان، فهي بمرتبة عظيمة لا يطيقها إلا الخواص من الأولياء، وهي شريكة الحسين في نهضته والمتممة لأشواطه، ولولاهما لم تبرز مظلومية أهل البيت عليهم السلام بهذا الشكل. ومن أعظم مواقفها الجهادية هو موقفها في مجلس يزيد وخطبتها التي هزت الحكم الأموي، والموقف الآخر يوم عاشوراء أبكى العدو والصديق، فقد خرجت قبل مصرع الحسين عليه السلام إلى المعركة وهي تقول: ليت السماء انطبقت على الأرض، يا عمر بن سعد أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي ودموع عمر تسيل على خده ولحيته المشؤومة وهو يصرف وجهه عنها، والحسين عليه السلام جالس وعليه جبة خزن، وقد تحاماه الناس فنادى شمر: ويلكم ما تنتظرون به، اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم. وبعد أن أحست زينب بأن مكروها ما قد أصاب الإمام الحسين عليه السلام، ارتدت جلبابها وأخذت معها لمة من النساء، وخرجت والهة مذهولة تفتش عن أخيها في صحراء نينوى، فتارة تقع وتارة تقوم وهي تنادي: أخي يا حسين، نور عيني يا حسين، أين أنت يا ابن أمي؟ ولكن لا جواب سوى أصوات جيش الأعداء. وقال المؤرخون إن المكان الذي توفيت فيه السيدة زينب هي قرية راوية من قرى غوطة دمشق، وأن سبب وفاتها أنها عندما كانت في هذه القرية وفي ضيعة لزوجها عبد الله بن جعفر الطيار، وكانت جالسة أمام شجرة فتذكرت رأس أخيها الحسين عليه السلام الذي نصب على أكثر من شجرة أثناء حمله من العراق إلى الشام، وتذكرت ما جرى عليه في كربلاء. نعم، لقد تذكرت مصيبة الحسين عليه السلام وهي آخذة بالبكاء حتى غشي عليها، فلما حركوها وإذا بها ميتة. وزينبا وسيدتا ومظلومتا، ماتت وماتت عقيلة هاشم، فلها الوجود من المهيمن موهب، دعها تنعم في الجنان لعله يرتاح منها اليوم قلب متعب.